رفض الإبقاء على القانون الحالي للانتخابات النيابية المعروف بقانون الستين وكل ما أدخل عليه من تعديلات لأنه لا يؤمن التمثيل الصحيح، وقد نتج عنه استتباع قسم كبير من النواب المسيحيين وغيرهم للطوائف الأخرى على نحو يخالف صيغة العيش المشترك والمناصفة الصحيحة في تأليف مجلس النواب التي كرستها المادة 24 من الدستور. إلزامية أن يتضمن القانون الجديد الإصلاحات البنيوية والقانونية الكفيلة بتأمين حرية الناخب والحد من الضغط عليه، وفي مقدمها الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات وتحديد سقف الإنفاق الانتخابي بكل أشكاله وتنظيم المساحة الإعلامية والحؤول دون استغلال النفوذ السياسي والمالي.